وينضم إلينا من معرض الكتاب مراسل الإخبارية خالد التميمي. خالد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم، يعطيك العافية. خالد، متى يستطيع الجمهور الذهاب إلى معرض الكتاب، وما هي أيضا آلية الذهاب هناك، التنظيم، جميع هذه المعلومات معك خالد؟ نعم، يسعد اوقاتك بكل خير فيصل، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. طبعا الرياض فيصل هذا الشهر، شهر اكتوبر، موعودة بالعديد من الفعاليات والمبادرات والمناسبات المختلفة، من اهمها هذه المناسبة الثقافية التي تواجد بها الان، معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي ياتي تحت شعار وجهة جديدة وفصل جديد. طبعا جمهورية العراق الشقيقة ضيف شرف هذه الدورة. فيصل، عندما نتحدث عن بداية أول معرض دولي للكتاب هنا في المملكة، عندما كان في عام 1397 بتنظيم جامعة الملك سعود، فإننا نتحدث عن هذه النسخة الأبرز والأضخم، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعالمية من 30 دولة مختلفة، وكذلك بمساحة تتجاوز 36,000 متر مربع، وأكثر من 1,000,000 مؤلف ومؤلف مختلف من المؤلفات الثقافية والأدبية على رفوف هذا المعرض. سأتحدث أكثر فيصل عن الأجواء هنا مع ضيفي الأستاذ أحمد العلياوي، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة والأثار بدولة العراق. أهلا وسهلا بك، شرفتونا في هذه النسخة، وبداية نتحدث عن الأجواء، كيف كان استقبالكم في هذا المعرض، كيف كانت الأجواء البدائية هنا؟ شكرا جزيلا لكم عزيزي، وتحيات لك وللقناة الكريمة. حقيقة اليوم نحن في معرض الرياض الدولي، العراق يحل ضيف شرف على هذا المعرض، وهي خطوة كريمة من المملكة بالتعاون مع الجانب العراقي لأن يحضر العراق بكل ما فيه من عراقة ومن ثقافة ومن أدب ومن تواصل مع المملكة العربية السعودية على المستوى الثقافي وعلى المستوى الاجتماعي. هناك روابط وأواصر ما بين البلدين الشقيقين. يحضر وفد وزارة الثقافة والسياحة والأثار العراقية ممثلا بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور حسن ناظم ووكلاء الوزارة، فضلا عن مجموعة من المدراء العامين. هذا وفد رسمي، وهناك وفد ثقافي يحضر فيه مجموعة من الفنانين والشعراء والموسيقيين والمسرحيين أيضا. حقيقة هناك فضلا عن المشاركة العراقية في هذا الجناح الفخم اليوم في المعرض، والذي يتصدر بوابة المعرض وهو محل تقدير وإكبار من القائمين على هذا المعرض، هناك مجموعة من الفعاليات التي سيحضر فيها الوفد العراقي بمجموعة من الندوات، من الأمسيات الشعرية، الأمسيات الموسيقية. نعتقد أن الحضور العراقي اليوم يمثل علامة فارقة في هذا المعرض الدولي المهم في المنطقة وفي العالم بلا شك. معرض الرياض معرض في غاية الأهمية لما يمثله من اهتمام بالكتاب في عالم الرقمنة الحديث الذي يكاد يغادر الكتاب، فيؤكد هذا المعرض أهمية الكتاب، أهمية دور النشر، أهمية جمع دور النشر من كل أنحاء البلدان العربية وغير العربية التي تشارك معنا. والحضور العراقي حقيقة حضور يمثل اليوم حضورا أساسيا في هذا المعرض. بدأت الوفود تصل إلى معرضنا، ومجموعة كبيرة من يعني المتبضعين، من الذين يطلعون على عنوانات الكتب التي شاركت اليوم. تشارك معنا دار الشؤون الثقافية في الوزارة، ودار المأمون للنشر والترجمة، دار ثقافة الأطفال، ودار المخطوطات العراقية. هذه دوائر تابعة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وهناك دوائر ودور نشر عراقية أخرى أيضا تشارك في المعرض. أعتقد وكما يعتقد الوفد العراقي الذي يشارك اليوم أن حضوره اليوم يمثل هذه العلامة الفارقة في العلاقة ما بين البلدين، في الانفتاح الثقافي، في التأسيس لأواصر ثقافية جديدة، لمد الجسور ما بين الثقافتين العربيتين في بلدين شقيقين. وبلا شك ستكون هذه التظاهرة الثقافية مؤثرة في مستقبل العلاقات الثقافية ما بين العراق والمملكة العربية السعودية.
أسألك أستاذ أحمد عن يعني ماذا تعيدون زوار هذا الجناح؟ اليوم العراق ثرية بثقافتها وبإرثها، لكن ماذا تعيدون الزائر هنا؟ حقيقة نحن نريد أن نوصل هذه الرسالة العراقية. اليوم يعني نعد زوارنا من كل زائرين الذين يصلون إلى هذا المعرض بأنهم سيقرؤون ويطالعون ويشاهدون مجموعة كبيرة من الكتب المؤلفة تأليفا دقيقا ومهما، ويعالج الكثير من الإشكاليات الثقافية الإنسانية التاريخية المجتمعية الإدارية. هناك عنوانات كثيرة تطرحها أجنحة وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وهناك أيضا مجموعة من الشخصيات، تحدثت قبل قليل مجموعة من الشخصيات الثقافية التي سيجدها الأعزاء الذين يزورون الجناح. هؤلاء هم نخبة من النخب الكثيرة الموجودة في العراق على المستوى التشكيلي الشعري الأكاديمي الفني. هؤلاء يحضرون في الجناح، ويمكن للأعزاء الذين يفدون على معرضنا أن يلتقوا بهم وأن يتحدثوا معهم وأن يستمعوا إليهم. نأمل أن يكون أن تكون مثل هذه اللقاءات مفتاحا للتواصل ما بين الحاضرين، ما بين المؤسسات، ما بين المراكز، الجامعات، دور النشر التي تحضر معنا، وما بين العراق بكل ما لديه من هذا الأثر الذي تحدثنا عنه قبل قليل. دكتور أحمد العلياوي، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة والأثار بجمهورية العراق الشقيقة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.